قتل لما القيمة بعد تلحيق بجميع الحاضرين، وبعد شكر منظمي هذا اليوم الدراسي ومدافع بشكون في إطار مجريات المواطن في اتخاذ القرارات الفلانية، وسوف أحاول أن أبرز هذا الأمر من خلال التجربة الواقعية لبلدي فلسطين اللي مارسها بشكون هي المنطلق في إدارة هذا الديوان. الحقيقة ممكن نقول المشاركة الناظم في اتخاذ القرارات البلدية لابد من تحديد الإطار الذي يمكن من خلاله للمواطن أن يشارك في اتخاذ القرارات البلدية. الإطار هذا ديما نقعدوا في بلدة المنستير، ديما نقعدوا نخدموا في الإطار التقليدي العام المضبوط قانونا الذي يمكن المواطن من المشاركة في اتخاذ القرارات البلدية. نحكي عن الإطار التقليدي العام، نحكي عن الجلسات التمهيدية للمجالس البلدية في مفتتح الدورات العادية. كما يعرف الجميع أن هذه الجلسات هي مخصصة أساسا للاستماع إلى مشاكل المواطنين، مقترحاتهم، تبادل وجهات النظر. هذه الجلسة التمهيدية هي من المفروض أن تكون موجهة للقرارات البلدية، يعني من خلال الاستماع إلى مشاكل المواطنين يقع إيثار بعض مشاكلهم، وفي تفاعل البلدية مع المواطن يكون هذا المنطلق في توجيه القرار البلدي المتعلق بالتسيير اليومي أو الاستراتيجي للمدينة. الإطار التقليدي العام هذا موجود هو موجود على مستوى وطني التشريع، هذا ما يمكن المواطن اليوم من اتخاذه. كذلك من خلال حضور أعمال لجان بلدية، أنه المواطن من حقه أن يحضر أعمال لجان البلدية وأن يساهم في أعمالها ويساهم بالمقترحات وبالتفاعل بين طلبات المواطن وحاجياته وبين إمكانيات البلدية، وهذا التفاعل هو الذي يصنع من المفترض القرار البلدي. من الأطر التي أعتبرها تقليدية أيضا هي المجلس البلدي للأطفال، يعني من خلال المجلس البلدي للأطفال المقنن، يعني عندنا في التشريع بتاعنا تقنين المجلس البلدي للأطفال، حاولنا من خلال تفعيل هذا المجلس استقطاب المواطن سواء الطفل الصغير أو وليه لحضور بمقر البلدية للابتلاء عن قرب عن واقع البلدية حتى يمكنه من الحصول على المعلومة التي تمكنه من توجيه طلباته وبلورة القرار البلدي. الأطر التقليدية هذه في تقييم لمدى نجاعتها في تمكين المواطن من صنع القرار البلدي. أعتقد أن اليوم هذا الإطار التقليدي من خلال واقع الممارسة اليومية يعتبر قاصرا عن تمكين المواطن من الفعل والتفاعل والمساهمة في بلورة القرار البلدي. يعتبر قاصرا. علاش الحكم هذا اعتبرته قاصر؟ أولا لأنه من خلال المجالس العادية البلدية هناك عضو من المواطن في حضور أعمال المجلس البلدي. ربما هناك تقصير في تبليغ المعلومة في مواعيد انعقاد المجالس العادية البلدية، ربما ما توصلش المعلومة للمواطن. هذا من الجوانب اللي يخلي الحضور دائما يكون محتشم أو في بعض الأحيان منعدم، وإذا انعدم الحضور أو كان محتشما بطبيعة الحال لا يمكن للمواطن أن يكون فاعلا
في صنع القرار البلدي. هذا إذا تحدثنا عن المجالس العادية، أما إذا تحدثنا على اللجان فأنا ما ألاحظه وأنه هذا المجلس منعدما تماما حضور المواطن في أعمال اللجان، وأنا ربما تقصير في بلوغ المعلومة للمواطن وما يعرفش بمواعيد النقاش، ولكن حتى جربنا في محاولة لاستحثاث حضور المواطن. قلنا نوجه دعوات للجمعيات التي نعتبرها مهتمة بالشأن العام وفاعلة، حتى من خلال الجمعيات هذه ربما تساعدنا على حط منظورها باش يحصل الجلسات هذه، ولكن حتى التجربة هذه للأسف إلى حد الآن ما تعطيش النتيجة اللي نطمحوا لها، وما تعطيش حضور نتاع المواطن في مجلس بلدي، حضور فاعل وحضور من شأن أن يوجه القرار البلدي. حتى نوعية الحقيقة ثم في بعض الحالات تبقى نوع من الحضور، لكن حتى النوع من الحضور معنى إلا لاحظناه ما كانش من شأن أن يساهم في صنع القرار البلدي، يعني حضور هو سلبي أو حتى إذا هو سلبي راهو بدافع مش الشأن العام، ولكن غالبا ما يكون بدافع الشأن الخاص لغاية معينة باش يجي المجلس يحضر جلسة تمهيدية، وليس بغاية شأن عام وصنع قرار بلدي وتوجيه البلدية في القرار نتاعها. إضافة إلى الإطار التقليدي هذا، كان هناك مناسبات في بلدة بونسير معينة التقينا فيها بالمواطنين، معناها الحاجات بونكتويال بمناسبة أحداث بعينها، رجعنا للمواطن وعيدنا له في جلسات نجم نذكر منها لما أثيرت مسألة استغلال مثلا بلدية بونسير لهذه راس البلد وما رافق ذلك من مواقف، يعني اعتبرنا وأن الرجوع إلى المواطن وإخباره وإعلامه ربما هو من واجب البلدية. هذه من المناسبات اللي التجأنا فيها، لقد من المناسبات بوكتوير يعني بمناسبات أحداث معينة، فما تجربة أخرى قمنا ب يوم دراسي حول التاهة الترابية بالمناسير الواقع والآفاق. هذا اليوم الدراسي قمنا به لما هناك تفكير في مراجعة مثل التاهة المناسير. هذه المراجعة أردناها أن تنطلق من القاعدة من المواطن، من ما يعيشه المواطن من إشكاليات يومية في خصوص تطبيق مثل التاهة. فكانت أيام دراسية حول الواقع والآفاق التاهة العمرانية بمدينة بونسير، كانت مقترحات، كان نقاش بحضور الخصار في المادة، لأنه صحيح المواطن لابد أن يشارك في صنع القرار البلدي، ولكن لا يمكن لهذه المشاركة أن تكون في المطلق، بل لابد أن تكون مؤطرة. يعني هذا اللي أردناه في الأيام الدراسية بحضور المواطنين مع أهل الخبرة، حتى يقع تقدير الطلبات والاهتمامات والفيزيون معناها نتاع المواطن، يقع تقديرها وتأطيرها من طرف المختصين. هذه من التجارب التي يمكن، لأنه على أهل الأيام الدراسية صدر توصيات ومقترحات اللي اللجنة اللي تخدم على مراجعة مثل التاية مطالبة باستخدام بعينها لاعتبار. هذه من التجارب التي يمكن أن نقول نلمس فيها نوعا ما مساهمة المواطن في صنع القرار البلدي، لأنه مراجعة مثل التاية وأحكامه هي قرارات بلدية تسطر لمستقبل المدينة من حيث التاية الترابية، فأردنا مشاركة المواطن في هذا الميدان. أحدثنا لجنة ترعى هذه المراجعة، استدعينا
لها أهل الخبرة وأردنا لها أن تكون أسبوعية بالحقيقة، ولكن التجربة لم تنجح بالشكل المطلوب، وديما في لابد نقولوا حاجة ما نجحتش ولا نجحت، لابد اعتقادي باش تكون عندنا تفسيرات للموضوع هذا حتى نتجاوزوها، التفسيرات التي استنتجها شخصيا، وأنا ما زلنا اليوم عندنا في المداخلات نتاعنا في طلباتنا ما زلنا ما حناش مهتمين بالشأن العام بقدر اهتمامنا بالشأن الخاص، وهذا قاعد يأثر في عمل البلديين بصورة معناها خاصة يعني نتبارز فيه، لكن أكيد حتى في المستويات الأخرى ربما فما نفس الأبروش. اللي حاولنا الإضافة اللي حاولنا نزيدوا الدعم بها مشاركة المواطن من خلال خلق مجلس بلدي للشباب، يعني في القانون التونسي كما يعرفوا السادة خبراء في القانون اليوم ما عندناش قانون ينظم مجلس بلدي للشباب، عندنا مجلس بلدي للأطفال ولكن ما عندناش قانون ينظم مجلس بلدي للشباب. التوجه كان من خلال في مستوى البلدية أو حتى بالتعاون مع الجمعيات التي تعنى بمثل هذه المواضيع أي الشأن المحلي والتشاركية ومساهمة المواطنين في العمل اليومي البلدية. التوجه كان أنه هناك شريحة عمرية يعني ما بين مجلس البلدي للكبار ومجلس البلدي للأطفال، هناك شريحة عمرية هي الشباب الذي لم القانون ما خلقلوش الإطار اللي مكنوا باش ينشر في المجال البلدي، والحال هو أنه هذه الشريحة العمرية هي لابد من الاشتغال عليها من تكوينها، لأن هي اللي بيستخدموا المشاعر على مجلس البلدي الكبار. فوقع انشاء بالتعاون مع المنظمه الالمانيه جي زاد، وقع الاشتغال على انشاء مجلس بلدي للشباب، انشاناه بمداوله من المجلس البلدي، لانه كما قلنا القانون لا يسعفنا في ايجاد اطار قانوني، فكانت هناك مداوله في انشاء مجلس بلدي للشباب اللي من خلاله كيف حاولنا أنه الشباب هذا ومن ورائه عائلاتهم وأوليائهم نحاول نجبدوهم شوية الشأن العام، نحاول ندخلوهم في الشأن العام أولا للمساهمة في صنع القرار البلدي وطريقة العمل اللي ربطناها مع مجلس البلدي للشباب، وأنه نفس تركيبة مجلس الكبار نفس اللجان نفس الأعضاء، وتتم هذا المجلس يتولى تقديم مشاكل واهتماماته في شكل اقتراحات الى المجلس البلدي العادي. هذه اعتبرناها يمكن تكون همزه وصل ما بين شريحه عمريه معينه والبلديه، في انتظار ان هذا الشباب يقع تقديره ويكون هو اللي مش يحمل المشعر في المسؤوليات المحلية في المدة، ونتصور في المدة القريبة، لأنه الشريحة العمرية هذه الشباب يمثل قاعدة كبيرة، احنا معناها في التكوين في التركيبة معناها المجتمعية بتاعنا، فلا بد قلنا أهل الشباب هذاك باش يبدا في ممارسة العمل البلدي ولو بصورة ما هيش معناها مؤثرة قانونا ولكن واقعيا هو موجود وقاعد يمارس. هذه من التجارب الاخرى. اعتقد انه الاستنتاج العام اليوم اذا نحبوا نحكيوا عن مشاركة مواطن في اتخاذ القرار البلدي، اليوم اعتقد استنتاج عام وان المواطن ماهوش قاعد يساهم بنسبة كبيرة في القرار البلدي، ربما بنسبة ضعيفة جدا. الأسباب متعددة، ربما أهم سبب أعتقد هو أنه
فما ثقة منعدمة ما بين المواطن وبين هياكله وبين مؤسساته. لابد من الاشتغال على هذا الأمر، لابد من تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته. لأن تعزيز هذه الثقة يجب تفكير عميق، كيفاش باش نعزو هذه الثقة، كيفاش نرجعو الثقة هذه، لأنه في غياب ذلك لا يمكن أن نتحدث على مساهمة المواطن في صنع القرار البلدي، ولا حتى مجرد اهتمامه بالقرار البلدي، أو حتى القرار البلدي تصنع حتى تصنع البلدية مفردة وبعض ما يهتمش به. ما وصلناش لدرجة أنه باش يساهم في فعله هذا. وأعتقد أنه النقطة هذه هي نقطة ثقة، نقطة هذه لابد منها فيها من تركيز وتفكير عميق، كيفاش نجمو نرجعو الثقة بين المواطن ومؤسساته حتى تكون علاقة نتاع تفاعل إيجابي وعلاقة نتاع يعني تعاون. ربما تعاون هو، ولكن هو أكثر من التعاون، لأنه فعل إيجابي لابد أن يكون هناك فعل إيجابي للمواطن في هيكله. ما يعني ما نكتفيوش انتخبنا الهيكل ولا واحد والهيكل يقعد يخدم على روحه، وبعدين ما عادش نسمع حتى شنو يصير، وما عادش يهمني حتى شنو يصير. أعتقد هذا 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 من نجم مبدئيا نقوله في هذا الإطار. ربما باب الحوار خلينا نجمو نلقاو نقاط أخرى وما عادش